احسن من غسيل النار والكربتين اللي خدناها من الاسبوع اللي فات. زي ما اتفقنا خلاص يا جماعه بقى لو سمحت. في حد عنده اي استفسار؟ حد خد وشيك ما دام حلو مسائل؟ طيب تقريبا هنكلمه انت بشده قوي. لا ما اعرفش. لا مش الدرجه كده يعني تابع تابع اللي هيقول لك عليه الباشمهندس في السكشن اللي كان عندك. طيب النهارده هنكمل يا جماعه على كلامنا بتاع الاسبوع اللي فات وكرر يا اهم حاجه عندي. ماشي هو بالنسبه للسكشن يعني كل مره بناخد الفيلد يعني ما فيش مره كده نطلع يعني ناخد اي نوتس بقدر المعيد او بناخد مسائل نطبق عليها. في الاول طبعا زي ما بقول لك في الاول هيكون يعني زي ما اتفقنا هو ميكس ما بين اللاب وما بين التوتال اللي معاه في اللاب. فاكيد هيجي وقت لما يكون في سكشن ماشي مش مشكله يعني. اصل انت ما خدتش حاجه يعني انت بتاخد ليفلنج بتجيب الجهاز الالتزام بتطبق النظري بتاع المحاضره مع العملي وبعد كده هيكون في اسبوع نزل السكشن باذن الله. ما تقلقش يعني. طيب تعالى هنبتدي زي ما مكتوب. خلاص يا جماعه خلاص بقى مش قادر. هنبتدي بما يسمى حاجه اسمها فلاين ليفل. يعني ايه فلاين ليفل اللي انت بتاعي يعني ايه المقصود بيها؟ الميزانيه سي الطاهر اكيد مش هعملها يعني وانا ايه راكب طياره او حاجه. بس تعال نشوف ايه المقصود بيها. بكرر خليك معايا معايا مش عايز صوت. لو انت متخيل مش معاك لسه بتنزل بتعمل كتير خلاص اتخرجت والحمد لله بقيت لسه فاكر الميزانيه وفاكر الميزان والقامه وجيت انا قلت لك تعالى يا باشمهندس ادي الموقع بتاعك عايزك تجيب لي هشاور لك كده على مكسوم 300 نقطة خلاص؟ شايف ال 300 نقطة دول؟ خدت الميزان والقامة اللي اتهلك بيهم في الفيلد هنا بقيت بتعرف تشتغل في الميزان تظبطه بقيت تاخد قراءات وجيت قلت لك ادي الموقع بتاعك وعايزك تجيب لي مناسيب ب 300 400 نقطة. هل كده معلومة كافية ولا في حاجة ناقصة؟ لا مش خدت عمل دراسي يا ايه اللي ناقص؟ حاجة تقول لي فين البنش مارك؟ هقول لك يا سيدي مش مهم أنا يهمني بس شكل النقط يهمني فرق المناسيب ما بين النقط مش مهم مفيش بنش مارك خلاص؟ جيب لي المناسيب دي لأي نقطة عندي هتعمل إيه؟ هروح أختار نقطة في مكان كويس كده هل أقدر أكتب عليها بنش مارك؟ امال اكتب عليها ايه؟ تيمبوري او لوكال بنش مارك ماشي وجيت فرضت منسوبها 10 خليك معايا بقى فرضت منسوبها 10 قعدت اشتغلت 3 4 ايام جبت القرايات القامه رجعت للمكتب عملت حساباتك عملت الكوليميشن ميثود من كذا وقفه وجيت اكدت حساباتك بالجيتس حليت تاني بالرايز اند فول هيطلعوا نفس الايه؟ طلعوا نفس الايه بالمناسبه وانا لما احل رايز اند فول وتطلع زي الكوليميشن اللي هي لازم هتطلع يبقى ده تشيك على الكمبيوتر على حساباتي ولا تشيك على ارصادي؟ تشيك على تشيك على ايه؟ حسابات انت حطيت حاجه حسبت بناء عليها بالكوليميشن حطيت نفس الحاجه وحسبت بناء عليها ايه؟ بالرايز اند فول. يعني لو كانت القراءات غلط او حاطط انت ترتيب القراءات غلط هل حاجه من الاثنين هيكتشفوه؟ ولا المفروض تطلع اللي هنا زي اللي هنا بس؟ طيب يبقى انت فرضت تمبر بنش مارك جبت كل النقط حليتها برايز اند فول والكوليميشن اتاكدت كله تمام جيت كلمتني لو هتخيل انا صاحب الشغل دي قلت لي خلاص دكتور انا خلصت كل ايه؟ شغل. جيت ما طلعتش معاك جدع جيت قلت لك انا معلش انا اثناء ما انت بتشتغل رحت دورت لقيت في بنش مارك حكومي كويس كده على بعد كيلو وشويه ومنسوبه اي رقم 105.34 معلش انا عايز كل شغلك اللي عملته ده يتعاد وتجيب لي مناسيب ال 300 نقطة دول تبعت للبنش
البنش مارك ده وبالتالي يطلع المناسيب تبع لجمهوريه مصر العربيه. هل تفتكر شغلك هيتعدي؟ هل تفتكر الشغل هيتعدي؟ طب هعمل ايه؟ ها انت فرضت دي 10 وجبت منها مناسيب تبع للعشرة دي، هل ده الصح؟ امال هتعمل ايه عشان تجيب المناسيب تبع دي؟ علي سؤال. راح اجيبها بال يعني هشوف الفرق المناسيب ما بين البنش مارك والتمرين بنش مارك، بعد كده اروح انا بقى اقعد اعدلهم بقى. يعني معنى كده هشوف الفرق اللي هو 95 وشويه واقعد اعدل ده؟ ليه؟ هو الخمس هي ال 105 دي هي النقطه اللي انت فرضتها. طيب بريء ليه الفرق ايه هنا؟ انت هتعمله دي نقطه ودي نقطه خالص تاني خالص. ليه دي 105 يبقى انت افترضت كمان دي هتبقى 105؟ مش انت بتقول لي الفرق هزوده؟ الفرق ايه؟ طيب هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مش دي نقطة صح؟ ده البنش مارك ودي نقطة أنا فرضتها. يبقى زي ما زميلك قال الفرض ده بتاعي غلط، هجيب الصح بتاعه. طب أجيب الصح بتاعه ازاي؟ ان انا اعمل ايه؟ ميزانية. منين منين؟ يبقى هفترض ده هبتدي من البنش مارك طبعا كيلو وشوية مش هشوفه، يبقى هقعد اعمل ميزانية من البنش مارك الحقيقي لغاية ما اوصل للنقطة اللي انا فرضتها. تمام؟ طلعت سي اي رقم 80.75. تمام؟ يبقى عملت ميزانيه. هل متخيل هتعملها من وقفه واحده؟ هعملها ان شاء الله من 10 وقفات 12 20 وتبقى كذا وقت. جه عملت ميزانيه هنا طلعت المنسوب ده 80.75. يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ يبقى اللي انا حسبته من 10 ده غلط، صح وكام؟ يبقى اصحح ده ازاي من غير ما انزل ارسم في الموقع خالص؟ يبقى الفرق كام اللي هصححه؟ ال 70 وشويه، حاجه على اي برنامج اكسل بمنتهى البساطه حاول ازيد المناسيب دي كلها اللي انا حسبتها تزيد ولا تقل من 70 دي؟ هتزيد بمقدار كام؟ 70.75. طيب لو تفتكر انا جيت قلت لك في كده الكونستراكشن بتاع الكورس بتاعنا، قلت لك احنا عندنا سبيريت ليفلنج، والسبيريت ليفلنج دي بتتقسم لحاجتين. لو نفتكر قلنا ايه؟ ميزانية عادية اللي احنا بنقصدها او سوري اللي احنا بنقيسها، وحاجة اسمها ميزانية بريسايز. قلت لك الكونسبت واحد والاكيد المهندس واحد، لكن الاختلاف اللي هنا في ايه؟ التولز اللي هنا اللي هي الميزان والقامة فيها حاجات تخلي الدقة ايه؟ اعلى. يبقى تفتكر لوجيك يستحسن اللي انا بعمله ده يتعمل بميزانية عادية ولا ميزانية بريسايز؟ ها اكيد بريسايز. ايه؟ ما دام نقل بنش مارك، ما دام عايز اجيب المنسوب هنا بدقه عاليه، يبقى اكيد هعمله، ممكن اعمله او يستحسن اعمله بايه؟ بريسايز ليفل. المهم بقى انت في المسار اللي انا رسمه ده هل يهم اي نقط ان بتوين او على المسار بتاعك؟ هل انت في اي حاجه هتدرسها هنا؟ طيب هو انت لما بتقف واقفه هل ممكن تستغنى عن اول قرايه اللي هي الباك سايد؟ هل ممكن تستغنى عن فور سايد؟ مش اي وقفه المينيمم بتاعها لازم باك وفور، يبقى انت ممكن تستغنى عن ايه؟ الانترنت انت مش دي نقط زياده بتضيع لي وقت وانا في الوقفه؟ هل انا محتاجها ولا انا محتاج اوصل بسرعه من هنا لاخر الكوريدور على طول؟ معايا؟ يبقى عشان كده انا بقول عليها ايه؟ فلاج. يعني انا باخد ارصادي وعايز بسرعه اخلصها عشان مفيش اي داتا هنا انا محتاجها. فعشان كده كلمه الفلاينج ليفلنج تفتكر مش هيكون فيها ايه؟ مش هيكون فيها ايه؟ انترميديت سايد. ليه مش هيكون فيها؟ انا مش محتاج اي حاجه، انا عايز اوصل من نقطه لنقطه ثانيه. فشطارتي ان انا اوصلها ايه؟ باسرع حاجه ممكنه. وبالتالي يبقى مفيش اي داعي ان انا اعمل تضييع وقت عندي واقعد اخد ارصاد ايه؟ انترميديت سايد. عشان كده بقول هي اوف لاين، هو اللي ما فيهاش انترميديت، ان كل وقفه يبقى باك وفور،
واحسن استخدام ليها ان انا بنقل بنش مارك من مكانه الاصلي لمكان قريب من الموقع اللي انا ايه بنقل. هل هنا هدي طريقه ثابته للحساب ولا دي ابلكيشن او طريقه من طريقه الميزانيه؟ احسبها بايه؟ الله عايز احسبها بالكوليميشن ميثود انا حر، عايز احسبها بالايه؟ بالرايز اند فول انا حر. لو تفتكر واحنا الاسبوع اللي فات بتكلم كده عن طريقتين، قلت لك او في عندك في السلايد بيقول لك الكوليميشن ميثود احسن اللي استخدمها في اي حال؟ لما يكون في ايه؟ هتلاقي كده اهوت، قلت لك لما يكون في انترميديت سايلز كتير يستحسن ان انا احسب الكوليميشن ميثود. ده مش معناه طب هنا هل في انترميديت سايد خالص؟ يبقى يستحسن وليس شرط، انت حر تحب الطريقه دي خلاص اعملها طريقه الرايز اند فول. هنا يستحسن للسهوله او يعني للحسابات استخدم الطريقه اللي انا اكيد هتكون الرايز اند فول عشان ما فيهاش انترميديت، لكن ده مش معناه اللي انا بستعمل هنا لازم الرايز اند فول. وادي الشكل بتاعي على طول كل وقفه انا عايز اوصل من هنا لهنا اسرع حاجه ممكنه، لان النقط دي تهمني، المسار ده اللي انا ماشي فيه ما يهمنيش الا اخر نقطه وانا بادي بالبنش مارك، فبالتالي بيبقى باك فور باك فور. يبقى هل ينفع ادي لك 11 قرايه واقول لك دول اتعملوا في فلاينج ليفلنج؟ لا ليه؟ حتى على حسب لازم يكون عدد ايه؟ زود. ليه؟ عشان كل وقفه انا برصد ايه؟ كل وقفه ليها قرايتين، ده المينيمم بتاعها، فمش ممكن الاقي 11 قرايه يكونوا اتعملوا في فلاينج ليفلنج عندي، عشان بالتالي زي ما اتفقنا اللي كل وقفه ليها الاثنين المينيمم بتوعها باك وفور، فبالتالي لازم يكون عدد القرايات في الفلاينج ليفلنج كام؟ عدد زود. يبقى لما ادي لك حبه قرايات كده هتلاقي واضح اللي انا قايل لك في المساله، لو ما شفتش فلاينج ليفلنج يبقى هتحلها ازاي؟ لو اديت لك كده 16 قرايه مثلا ما شفتش في كلمه فلاينج ليفلنج يبقى عشان عايز تحل اي حاجه هتفترض القرايه دي ملا، اول واحده ايه؟ زائد، اخر واحده ايه؟ فور، وكله مين بتوين انترفيو. لا نخلي بالنا ليا اكيد ليا اعرف ان كل قرايتين هتبقى سيت اب، وبالتالي هقدر اعرف عدد الوفات عندي. ماشي؟ يبقى دي بس ما يسمى بالفلاينج ليفلنج اللي هي مجرد القرايات عندي ما فيهاش انترميديت سايد. طيب لو تفتكروا في مقدمه او في المحاضره الاولانيه من الميزانيه جينا قلنا ان انا عندي تكنيك من التكنيكس بتاعه الميزانيه بناء على الافيلابيلتي او الاكزيستنس بتاع البنش مارك. ايه الثلاثه تكنيك بتوع الميزانيه اللي قلنا عليهم؟ اوبن ليفلنج، ماشي، ببتدي من نقطه وبنتهي في نقطه مجهوله. كونكتد ليفلنج، ببتدي من بنش مارك وبنتهي على بنش مارك ثاني. كلوزد ليفلنج، ببتدي من بنش مارك وبنتهي عليه. وقلنا ان الكونكتد ليها ميزه في قصه التشيك على الكنترول على بنش مارك. المهم الثلاث دول يعني مش حاجه اقول لك في الغالب المسائل كلها مش حاجه اقول لك خلي بالك دي كلوزد دي كونكتد دي ايه؟ اوبن. ايه اللي اقدر اعمل له كومبيتيشنال تشيكس اللي هو الجدولين الاثنين اللي تحت اللي هو اللي قلت لك من غير مطلوب منك لازم اعمل لهم كومبيتيشنال تشيك سيستماتيك كده من غير مطلوب منك. مش كله اقدر اعمل له كومبيتيشنال تشيك بتاعت حسابات ملهاش اي علاقه بالارصاد بتاعتي. امال ايه الاوبزرفيشنال تشيك زي ما انا شرحتها لك كده اهو سريعا لما جينا للسلايد دي؟ قلت لك الاوبزرفيشنال تشيك ان انا اتاكد ان انت شغلك ايه؟ صح. اللي لازم يكون في عندك رصد زياده. يعني ايه رصد زياده؟ لو انا بعمل كونكتد ليفل لو دي بنش مارك ودي بنش مارك مش انا هدفي ان انا دي منسوب واحد واثنين وثلاثه واربعه، طب ليه باخد الرصد الحته الزياده دي؟ ليه بقفل على البنش مارك ده؟ هو ده اللي بيخليني اعمل تشيك على ايه؟ على نفسي. لو وقفت لغايه هنا يبقى انا هكون ايه؟ اوبن ليفلنج عندي. يبقى الرصد دي زياده ولا لا؟
زياده، بس زياده ليه؟ عشان اعمل تشيك اللي هي بتكون موجوده فين؟ في الكلوزد وفي الايه؟ وفي الكونكتد عندي. يبقى بعد كده الاوبزرفيشنال تشيكس انا بعملها زي ما شيء طبيعي وقدمها قبل كده في السلايد، بعملها للكونكتد ليفلنج والكلوزد ليفلنج عندي. طب الكوميونيكيشنال تشيكس بعملها لمين؟ اقول لك بعملها لمين؟ لكل عندي. اي مساله هعمل فيها جدول وات ايفر بقى كلوز كونكتد اوبن، انا لازم هعمل التو تشيكس اللي موجودين تحت الجدول. طيب تعالى نشوف انت دلوقتي زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، سي بدات بنش مارك 10 عملت كونكتد ليفل، يبقى بات انت البنش مارك قيمته 10 هتنتهي على المفروض تنتهي على بنش مارك 25. هتيجي تعمل الجدول بتاعك اللي خدناه الاسبوع اللي فات، هتبتدي من البنش مارك 10، هل هتحط في النهايه 25؟ امال انت هتعمل ايه؟ هتاخد ارصادك عادي اللي هي الستاف ريدنجز بتاعتي واعمل الجدول واشوف انا شغال صح ولا لا، يبقى بالتالي هحسب منسوب البنش مارك. مش متوقع طبعا ان انت تجيبه 25 كمان بالله وحده، هتجيب خط سي يطلع 24.975 اي رقم. تمام؟ يبقى انت هنا طلعت المنسوب عندك. شو لو طلعته 25 بالظبط؟ هل محتاج اعمل تشيك على نفسي؟ خلاص. لكن لو طلع كده يبقى في خطا ولا لا؟ طب بديهي الخطا ده هاخده كده ولا لازم اقول عليه ايه؟ هل هشوف انا طلعت خطا، هل الخطا ده يا اما يكون ايه يا اما يكون ايه؟ يا اما يكون مسموح تبعا للمواصفات بتاعتي، يا اما يكون ماله مرفوض وبالتالي هرفض ايه؟ شغلي خالص. يبقى معنى كده انا اقدر احسب حاجه بديها رمز دلتا اللي هو ده بسميه كلوزنج ايرور او خطا القفل. ده بيجي منين؟ ده بيجي من التيبل اللي انا المفروض اتعلمته الاسبوع اللي فات وبحسب بيه المنسوب ومنه بطلع الايه؟ الخطا ده اللي هو دلتا اللي هو هيكون الفرق بمنتهى البساطه ما بين الايه؟ ما بين الحاجه اللي انا حاسبها من الجدول والحاجه اللي المفروض ايه؟ تكون عندي. يعني زي هنا الدلتا هنا هيطلع بكام؟ تطلع الفرق اكيد ما بين الايه؟ الاثنين دول اللي هو سي 2.5 سم. صح؟ انا غلطت 2.5 سم. يعني خليها دايما، خلي دايما تتعامل مع الايرورز عندك او تتعامل في حكايه الاوبزرفيشن تشيكس دي باليونت بتاعتي تكون كام؟ تكون ايه؟ بالملي ليفر. يبقى اول حاجه انت بتحسب ما يسمى دلتا. دلتا ده بيتحسب في منتهى البساطه من التيبل اللي خدناه وتبقى كونيميشن ولا رايز اند فول، ومنتهى المعدل البسيط هيبقى الفرق سيمبلي هو الفرق ما بين البنش مارك اللي جبن منسوبه وبين المنسوب اللي انت حاسبه من التيبل بتاعك. طيب انت حسبت الخطا ده زي ما اتفقنا، لازم اعمل ايه؟ لازم اشوف ال 25 مللي دول مالهم؟ انا قابلهم ولا ايه؟ رافضهم؟ او كتير ولا قليل؟ يبقى انا لازم ادي لك قيمه كده بقول عليها دلتا. هو دي المواصفات بتقول لي ده الالاوبل ايرور بتاعي. ماشي؟ تيجي المواصفات تبع للميزانيه ودرجه الميزانيه مالهاش دعوه خلاص بكل الكلام ده. تيجي تبع للمواصفات حاجه اقول والله الخطا بتاع الميزانيه المسموح به بيساوي كذا. دلتا دي. ماشي؟ تفتكر لو اديتك دلتا كده قلت لك خطا الميزانيه العاديه لو جدل اديتهولك 40 مللي متر. ماشي؟ يبقى اللي انا عملته ده هنا اكسبتد ولا ريجكتد؟ او مقبول ولا مرفوض؟ او انا حلو ولا وحش؟ ها؟ يبقى مقبوله ولا لا؟ انا سامح لك بخطا قيمته كام؟ 40
انت طلعت اقل منه يبقى المفروض ان انا ايه الخطا بتاعي بقى. طيب تفتكر خطا الميزانيه ده لوجيك كده ممكن يكون قيمه ثابته لكل الميزانيه بتاعتي لاي نوع من الميزانيه تكون الخطا اللي فيه قيمه ثابته؟ لا. ليه؟ افترضي انا قلت لزميلتك والله بنش مارك اهو هاتيلي منسوب عند باب الكليه الرئيسي، تعملي لي ميزانيه من هنا لباب الكليه الرئيسي مثلا، تمام؟ وجيت قلت لك انت طب خد البنش مارك ده وهات لي منسوب نقطه عند جامعه عين شمس، هل تفتكر هديلك سماحيه للخطا زي زميلتك؟ اكيد لا. ليه؟ ايه اللي فرق، ايه اللي فرق ما بينك وما بينها؟ المسافه. يبقى اكيد المسافه اللي انت مشيتها دي ماشي مالها اكبر من المسافه التانيه. يبقى ظلم ان انا اقول لك والله يبقى خطا الميزانيه ده هيكون ثابت. لا، اكيد خطا الميزانيه ده هيتناسب مع ايه؟ مع ال او مع المسافه اللي انا ماشيها. يعني بديهي جدا كل ما المسافه تزيد الخطا المسموح بيحصل له ايه؟ يزيد ايه؟ عدد. يبقى عشان كده انا لازم احسب كمان حاجه بسميها زي ما اتفقنا نسميها ايه؟ دلتا عدد. دلتا دي ده الالاور ايرور اللي مسموح بيه. يبقى زي ما اتفقنا هو هيكون بيتناسب مع ايه؟ مع ال عدد. في قانون تاني مش هناخده، جيت قلت لك الاسبوع اللي فات طب هو شطارتي ان انا اقدر السيت ابس ولا اقللها؟ يبقى معنى كده لو انت عندك سي لو نفس المسافه جدلا يعني، بس انت الظروف اجبرتك ان انت تعمل قرايتك من 10 وقفات صح؟ ونفس المسافه دي بس الارض اسهل، زميلتك عملت الميزانيه دي من 3 4 وقفات، هل برضه مفروض الخطا يتساوى؟ ولا في احتماليه نقل الجهاز ونحو الاما والترنج بوينت؟ يبقى برضه هي بتعتمد على النمبر اوف ايه؟ اوف سيت ابس. لكن خلينا بس هناخد قانون واحد عشان ما تتلخبطش، هو اللي بيعتمد على ايه؟ ايه القانون اللي عندي؟ اللي دلتا بتساوي كونستانت في جذر ال. بس نخلي بالنا من لعبه اليونتس هنا. دلتا زي ما اتفقنا هي الالاور ايرور انت بتحسبه بس بيطلع اليونتس بتاعته ايه؟ بالمليمتر. يطلع امتى بالمليمتر؟ لما احط ال بكام؟ بالكيلو متر. يبقى انا الليفل جراوند ده او اللينس عمري ما هلعب معاك فيه، اكيد هديهولك مباشرة اقول لك علما بان طول مسار الميزانية 800 متر. خلاص؟ لو حطيته 800 متر فهيتحط في المعادلة هنا كام؟ 0.8 صح؟ هقسم 800 على ايه؟ على الألف. يبقى المهم مع ان احنا برضه ممكن في مدى الاتيك بعض القرايات تقدر تحسب منها طول المسار، بس انا هديهولك جيفن دايما طول المسار عندي بالايه؟ جيفن على طول دايركت مش هتحسبه. يبقى لازم احط ايه؟ بالكيلو متر يطلع لي دلتا مباشره بالملي متر. سيتا كونستانت بيعتمد على درجه الميزانيه اللي هي 12 ل 25. احنا مش هدي لك برضه درجات الميزانيه، هقول لك لو انا ما جبتلكش سيره خالص عن الكونستانت ده يبقى هناخد قيمته 20 عندي. يبقى بكرر، لو ما جبتلكش سيره عن الكونستانت بتاع الليفرنج او الكونستانت اللي هو في معادله الالاوبل ايرور بتاعتي يبقى معنى كده انا هاخد الديفولت بتاعي كام؟ 20. لو جدع شفت سيكشن باذن الله ربنا حكايات، شفت سيكشن وقعدت قاعد المعيد يشرح لك ده، لو قال بس رقم غير 20 يبقى اقول له لا احنا عشان ما يحصلش اي كونفليكت خلاص احنا خدناه كام؟ الكونستانت ب 20 عادي. يبقى معنى كده دلتا هتساوي 20 في جذر ال عادي. يعني لو اديتك طول مسار الميزانيه كيلو متر يبقى متوقع الايرور المسموح من المعادله البسيطه دي هيطلع كام؟ 20 مللي او ايه؟ 2 سم عادي. يبقى نخلي بالنا بحط ال بالكيلو متر
وبعد كده هو بشوف الكونستنت بتاعي اتفقنا بالكونستنت الفورد فاليو بتاعتي لو ما قلتش حاجه هيكون بكام؟ ب 20. يعني بعد كده حتى وانا كنت بساله عن الاوبزرفيشنال تشيك اكيد هتاخد منها درجه، ليه؟ مش القانون ده ملوش اي علاقه بجدول ولا قرايات ولا اي حاجه؟ يعني اكيد هاخد نص درجه ولا حاجه في البدايه خالص قبل ما اعمل الجدول، ممكن احسب ده مباشره، هبص في المساله الاقي ان بكام؟ ما جبتلكش سي، لا عامل سي يبقى ب 20، هعوض واقول 20 جذر ايه؟ ان عدد. يبقى ده الخطا اللي ماسكه. طب انت طلعت خطا اف، تبعت للانصاب بتاعتك وحساباتك في الجدول وعندك قيمه بتقارنها بيها، يبقى ثالث خطوه اكيد هنعمل ايه؟ هقارن زي ما اتفقنا بايه؟ بالاثنين دول. لو جبت اللي انت طلعتها اقل من الالاول ايرور يبقى شغلك مالك اكسبتد مفروض، وبرضه مش هديها لك. طب اكسبتد بس اسيب المناسيب غلط؟ يعني مش هو في خطا؟ سي انت حسبت مثلا مناسيب اربع نقط وطلع لك خطا في النقط دي 2 مللي، يبقى هل المناسيب دي صح؟ طب انا ال 2 مللي دول انا قابلهم، يبقى لوجيك كده بالسهوله طبعا، هو مش ده اللي بيحصل، عشان اصحح بقى واجيب المناسيب غلط، اجيب المناسيب صح، ايه اللي يخطر على بالك؟ يبقى كل واحده تتصحح بكام؟ ها؟ عندك 2 مللي وبتحسب مناسيب اربع نقط، لو افترضت ان هو ايكوال ويت يبقى كل نقطه هتاخد ايه؟ نص عدد، بس طبعا حاجه اكيوبريتد يعني دي تاخد نص يبقى دي تاخد كام؟ واحد يبقى الثالثه، المهم تعرف بس انا مش عايزك تكتب لي بس الا اللي الايرور عندي اكسبتد، وبالتالي انا مفروض اصحح ايه؟ المناسيب بتاعتي. يبقى جاست بتكتب اكسبتد والمفروض اعمل ايه؟ طب دلتا طلعت اربع يبقى اكيد عندي ايه؟ هقول هنا مجرد ريجكتد، مفروض ريجكتد يبقى انا اعمل ايه؟ ها في العمليه يبقى كل ارصادي دي مالها؟ غلط، ومفروض اعيد ايه؟ ارصادي عادي. انت جاست هتقول لي اكسبتد ولا ايه؟ ريجكتد، صح؟ احسب منه دلتا لو خطا الاف، دلتا في النهايه اللي هي الاليوبل ايرور بحسبها بقارنهم واعمل ايه؟ يقول اكسبتد يقول ايه؟ ريجكتد عادي. لو بصيت هنا تعالى ناخد مثال على الكلام البسيط. جيت قلت لك الستاف ريدنج بتاعتي اهي، وانا حددت لك ان دي كلوز ليفل. يعني معناها ايه؟ واقف على نقطه ببتدي منها وبديها على نفس النقطه. طب كنت ممكن اقول لك ايه؟ بدل ما اقولها لك كلوز صريحه كده، ايه التعبير اللي ممكن يخطر على بالك تفهم منه ان دي كلوز ليفل؟ لاول واخر قرايه من تهديد على نفس الايه؟ النقطه. صح؟ يبقى دي برضه هفهم منها اللي هي ايه؟ كلوز ليفل. لو بصيت مثال بسيط خلاص بدي لك القرايات بالمنظر ده. الاندرلاين بريدنج دي مالها؟ الباك سايد. اديتك اول نقطه منسوبها كام؟ 10. قلت لك قول لي ايه؟ قول لي الليفلنج دي مالها؟ اكسبتد ولا ايه؟ ريجكت. واديتك اللينز اوف ليفلنج على حسب بقى انجلش امريكان راوت روت، المهم قولها باي حاجه، او بالعربي طول مسار الميزانيه، اديتهولك كام؟ 350 مللي. طيب يبقى انا هعمل في البدايه هحسب ايه من الجدول؟ او نعتبره مراجعه جدول. عندي لو بصيت للقرايات دي ايه؟ القرايه دي هتصنف ايه؟ ها؟ ايوه دي ايه؟ هتصنف ايه؟ اسمعها. تمام؟ ودي ايه؟ انترميديات؟ انترميديات. ودي ايه؟ يبقى هنراجع سريعا، ادي شكل القرايات الوقفه الاولانيه، ادينا بنراجع على حساب المناسيب. هذه نقطه منسوبها ايه؟ 10 دي ليفل. اقدر احسب المناسيب ولا لا؟ ها سيف الكوليميشن دي 10
ها اكتب هنا كام؟ 11 اقعد اطرح لغايه لما اطرح فيه اكمل ولا اعمل ايه؟ اروح مزود يجي لي المنسوب ده اطرح منه ثلاث قراءات صح؟ خلي بالنا انت بادئ هنا من نقطه ايه؟ يبقى لازم هنا تكتبها لو كتبت لي هنا جي اتش هتنقص حاجه اكيد من المساله ليه؟ لازم تعرف ان في مالها كلوزد ليبلنج عندي يبقى نخلي بالنا في الكير من دي يبقى انا بشوف جدول بالمنظر ده يبقى اكيد هتكون الميزانيه دي ايه؟ كلوزد طب لو شفت دي اتش اكيد الميزانيه دي هتكون ايه؟ ليه او ممكن تكون كونكتد بالشرط ان اتش دي مالها تكون بنش مارك عندي. خلاص ادي الجدول عملته. حاجه كانت شيك عندي اتفقنا انا بعمل اوبزرفيشنال تشيكس لكن لازم اعمل تحت الجدول ايه؟ الكمبيوتيشنال تشيكس اللي احنا اتفقنا عليها. ماشي؟ يبقى دي اكتبها انا بس هنا لازم يكون في كمبيوتيشنال تشيكس بعملها حتى لو المساله بعمل عليها اتفقنا اي جدول بعمله لازم بحسب منه او بحط الكمبيوتيشنال تشيكس دي عندي هل اقدر احسب دلتا؟ ها انا بدي المنسوب كام؟ 10 من دي عندي منسوب كام؟ اليونت دي اكيد بالميتر هنا بقى بتشوف العجب بقى عجب التحويل وقارن بمتر بمليمتر وقارن بسنتي بمتر يعني يا ريت بقى حصه اليونتس دي يعني مش محتاجه يعني حتى يونتس في الزوايا يونتس اطوال يبقى عندي هنا دي بالميتر هضرب ب 1000 تبقى كام؟ 12 مليمتر ها لازم احسب ايه الاول تاني؟ هل الدلتا دي كنت ممكن احسبها من البدايه خالص ولا لا؟ زي ما قلت لك حاجه هنا الاول ايرور دلتا بكام؟ 650 متر بقت كام هنا؟ 0.65 تطلع لي كام؟ 16 ها يبقى انا ايه؟ يبقى انا عندي دلتا اقل يبقى مجرد هقول بس ايه؟ اكسبتد ولا حتى هديك التصحيح بتاعك ماشي؟ يبقى مجرد الاوبزرفيشنال تشيكس عندي ثلاث سطور حساب دلتا من الجدول حساب دلتا من الفورميلا عندي او الالاور ستاندردز بتاعتي واقارنهم وعلى طول اقول الكومنت بتاعي يا اما ده اكسبتد يا اما ده ايه؟ ريجكتد. طب تعالى تبص للمساله دي. انا قلت لك ايه؟ هو المطلوب في المساله ايه لو تفتكر؟ يعني بص كده في المساله انا قلت لك قول لي ايه؟ قلت لك قول لي الميزانيه دي مالها؟ اكسبتد ولا ايه؟ ريجكت. طب افرض في المساله دي انا ما ادتكش منسوب اول نقطه اللي هو 10. افرض انا ما ادتكش منسوب النقطه عندك اللي هي البنش مارك البدايه اللي احنا متفقين لازم يكون جه من عندي، افرض انا ما كنتش اديتهولك. هل ما كنتش هعرف احل المساله ولا اشوف اذا كانت الميزانيه دي اكسبتد ولا ريجكتد؟ كنت هعمل ايه؟ كنت هتفرضيه اي حاجه صح؟ انت فرضتيه 25 مثلا هيطلع حساباتك هتطلع 25 بوينت كام؟ 012 زميلك ولا زميلتك فرضته 100 هيطلع 100 بوينت ايه؟ 012 صح؟ يبقى انا كنت ممكن ما اديتكش البنش مارك ده وانس اللي انا ما طلبتلكش تجيب لي بلاسين انا قلت لك اعمل لي ايه؟ تشيك فقط اذا كان اكسبتد ولا ريجكتد. طيب بالكونسبت ده لو انا عايز في المساله اوفر دقيقه كده عملت الجدول ده وعايز كنت اوفر دقيقه كنت ممكن اطنش ايه ما احسبوش يعني 10 بوينت او 1 2 دي عشان اوصل لنفس القيمه دي في التيم هل كنت لازم احسب كل المناسيب دي؟ امال كنت ممكن اطنش ايه؟ ادي نقط اللي مش داخله معايا الانترميديت ليه؟ لو ببص هي دي جت منين؟ جت من النقطة الأولانية اللي هي جبت الكونفيشن ليميت وطرحتها منين؟ من النقطة التيرنج بوينت دي اللي هي جت لي إيه؟ ده وزودت عليها القراية جت لي إيه؟ دي
يبقى هنا هطرحها يبقى جالي ايه؟ 10.010. يبقى انا كده اكون لماح واقول والله لو سي المساله دي عندي يبقى انا مدام مش طالب مني بس الا دي، يعني انا كنت ممكن اوفر طرح او حساب كام نقطه؟ 5 نقط. طب حلوين، يعملوا لي دقيقه ولا دقيقتين، صح ولا لا؟ طب لو واحد لماح اكتر، اجي اقول لك انا ممكن ما اعملش الجدول ده خالص، انا ممكن ما اعملش ولا حاجه خالص، لا اعمل الكولميشن ليفل ولا الريديوس ليفل ولا اعمل الثلاثه كولم دول خالص ولا اعمل جدول من الاساس في مساله زي دي. تفتكر كنت اعمل ايه؟ بمعنى ماشي، قولي مثله ايه؟ لا علي صوتي. هفترض ان انت ماشي كويس، بس انت غلطه، يعني فايت عليكي نقطة مهمة قوي أنا قلتها الأسبوع اللي فات. لو تفتكري كير، وبقول لك في أنهي سلايد؟ كير، شوفي السلايدز بتاع الرايز أند فول، هلاقي كاتب لك بتعتمد على البيزك كونسبت بتاعت الايه؟ الميزانيه. البيزك كونسبت اللي انت بتقوليها دي، ان الفرق المنسوب ما بين نقطتين هو فرق الايه؟ القرايتين. وانا تعمدت اكتبها لك كده وقلت لك خلي بالك الجمله دي لو انا بسالك شفوي هي مش جنرال صح. الشرط اللي لازم يكونوا في ايه؟ يبقى نفس الكلام. يبقى سيم ستار هنا، يبقى انت لو طرحتي 2.773 من 1.53 البين تصل. ماشي، البين تصل. يعني معناه ايه؟ معناه ان انت دي في وقفه ودي في وقفه. زي ما سبتك عارف، برافو عليك، من قدامك كده اهوت، هو دي مش كلوز ديليفري؟ صح؟ يعني معناها النقطه الاولانيه منسوبها لازم يطلع ايه؟ هو منسوب النقطه الاخرانيه. طب انا مش عندي قانون في التشيك بوينت في الكمبيوتيشنال تشيك بيقول ايه؟ بيقول ان السبمشن بتاع الباك ناقص الفور ده المفروض يكون هو ايه؟ منسوب اخر نقطه ناقص منسوب ايه؟ اول نقطه. طب مش لو كلوز ديليفري المفروض ايه علاقه اخر نقطه باول نقطه؟ هو بيطلع بصفر. يبقى لو طلعت قيمه يبقى المفروض في خطا ولا لا؟ طب هو نفس الخطا ده هو الفرق لو شفتي ما بين ال 3.772 اللي هو السبميشن بتاع الباك سايد صح؟ ناقص السبميشن بتاع ايه؟ الفور سايد. لو بصيتي هتلاقي كنت ممكن في سطر واحد من غير ما اشوف جدول خالص حاجة احدد فين الاثنين الباك سايد اللي هم اوريدي متحددين، واجي احدد فين الاثنين فور سايد عندي، اجمع الاثنين بتوع الباك سايد اللي هيطلع لي الرقم الاولاني واطرح الاثنين بتوع الفور سايد، يبقى انا حليت المساله دي في ايه؟ في سطر او سطرين، وانس اللي انا مش طالب منك مناسيب الايه؟ النقط عندي. معايا؟ طب لو دي كونتكتد ببتدي ب 10 وانتهي بكام؟ ب 25. معايا؟ يبقى لو بصيت هنا لو جيت حسبت ده طلع 24.9. ماشي؟ يبقى هل الخطا عندي هو الفرق ما بين منسوب اول نقطه واخر نقطه يبقى يطلع لي 14.9؟ هل ده الايرور عندي؟ تاني لو انا بتكلم في كونكتد، مش احنا قلنا الخطا عندي هنا بالسهوله طلع الفرق ما بين منسوب اول نقطه وكام؟ واخر نقطه. سيبني كونكتد ليفلنج بديتي ب 10 ولقيتي اخر منسوب كام؟ 24.9. لكن انت المفروض تقفلي على كام؟ على 25. معايا؟ يبقى المفروض الخطا عندك كام؟ هل الخطا عندك القيمه دي؟ امال هو الصح كام؟ الصح كام؟ 15. صح ولا لا؟ مش المفروض يطلع الفرق المنسوب ما بين اول نقطه واخر نقطه والفرق ما بين التو بنش مارك كانك عندك سي مثلا؟ طبعا انا مش اكيد مش هتقبل عندي خطا كام قيمته؟ 10 ايه سم. يبقى دي الخطا اللي طلع
هو او الفرق اللي طلع مباشره ده هو الخطر. ده لوجيك ليه؟ عشان دي كلوز تبتدي من نقطه وتديها عند نفس الايه النقطه عادة. لكن هنا انا ببتدي بنقطه وبنتهي عند نقطه ثانيه خالص، عشان كده انت المفروض تطلع فرق 15 لكن طلعت فرق كام؟ 14.9. فهم يا جماعه؟ يبقى مساله الاوبزرفيشنال تشيكس زي ما بقول لك احنا بنعملها فقط في حاله الكلوزد والكونكتد، عشان انت عندك قيمه بتقارن ايه بيها عندك. مجرد ثلاث خطوات عندي، مجرد ثلاث خطوات بحسب جدول ميزانيه، بحسب دلتا، بقارنها بقيمه ثابته عندي بالقانون، وبقول في الاخر يا اكسبتد يا ايه ريجكتد. اخلي بالي بس ان انا لما اقارن ده بالملي متر وده بالملي متر، لو انا عرفت ان ده طالع على طول اوتوماتيك بالملي متر يبقى على طول احول الدلتا اللي بتطلع من التيبل عندك للايه؟ للملي متر، عشان تعرف تقارنهم. ماشي. اخر حاجه عندنا كده بودي، انا خلاص خدت شغلي. اي مش بس يبقى الفورد دول تعود، انا خلاص وجهت عند النقطه ومشيت. مش ترن بوينت، ترن بوينت لما حبيت اعمل شغل تاني. ترن بوينت هي حاجه فاصله ما بين وقفتين، انت كان نقطه ايه لا يعنى باجي عندها وبنتقل اخر نقطه خدت عندها فور سايد ومشيت، ما خدتش لسه ايه باقي. طيب نخلي بالنا هنا خلاص، خليك معاك. لو بصيت هنا حاجة أقول لك خلاص يا جماعة، هي القامة المفروض تتحط ازاي؟ عمودية أو رأسية على النقطة اللي أنا عايز أجيب إيه؟ منسوبها. وصفر القامة بيتحط ازاي؟ على النقطة. يبقى جنرال كده القامة بتتحط، خليك بقى معايا، القامة بتتحط على النقطة اللي أنا عايز أجيب منسوبها، وبتتحط رأسية، وصفر القامة دايما فين؟ على النقطة اللي أنا عايز أجيب منسوبها. يبقى أنا لو اشتغلت بني آدم طبيعي، أول حاجة اللي هو الحاجة الريجولار الزيرو بتاعها تاتش جراوند، لو أنا عايز أجيب نقطة هنا هروح حاطط القامة عليها صح ولا لأ؟ وآخد قراية. مش القراية دي هي اللي بحطها في الجدول مباشرة؟ يعني الآر عندي اللي أنا كوريكتد اللي هحطها في الجدول هعملها، هحطها إزاي؟ حطها زي ما هي، هي الار ميجر عندي. طب لو تخيلت انا الديكتيشن معايا بعد ما روحنا وخدنا ارصاد 100 نقطه، قال لي خلي بالك يا دكتور معلش انا اسف انا لحقت على حضرتك وما قلتلكش، انا النقطه 18 اكتشفت ان انا حاطط القامه مقلوبه، ان القرايه هنا ان الزيرو كان ماله طاير في الهواء كده. معنى كده زي ما اتفقنا لو القامه انا ما قلتلكش عليها، يعني الاربعه متر مالها هتكون ايه؟ تحت. هل معناها ان النقطه دي هديها ولا اقدر اجيب القرايه الصح؟ ازاي؟ يبقى انا القرايه اللي واخدها اللي انا قيدتها عندي مش هي هتكون القرايه دي؟ هتكون زي كام؟ 2.5 صح؟ هل دي القرايه الصح اللي المفروض تتحط في الكيبل؟ امال ايه القرايه الصح؟ يبقى هل اقدر اعمل لها معادله بسيطه؟ يبقى لو القامه مقلوبه بس يعني القامه دي مقلوبه صح ولا مقلوبه غلط؟ يعني هل الوضع ده في القامه صح؟ ليه؟ هي فيرتيكال اه بس الصفر ماله؟ طاير في الهواء كده من اي يعني اي ايه؟ شيء. فلو القامه اتحطت انفيرتد، يعني ايه انفيرتد؟ مقلوبه والزيرو كده او الابر اند تاتش الجراوند، يبقى القرايه الصح عندي هي ايه؟ اربعه، طبعا مش شرط اربعه، افرض اي شكل القامه عندك 5 متر. هتبقى كام؟ 5 ناقص ده. المهم يبقى الار الصح عندي
هي هتبقى عباره عن الستابلتس اللي هي اربعه ناقص القرايه اللي ايه؟ اللي واخدها عنك. طيب تالت حاجه، افرض انا جيت قلت لك يا باشمهندس انت معاك ميزان وقامه من اهوت في الكلاس ده ولا في الليكتش في الروم دي ومعاك والدي اتشعبط على الحيطه ان شاء الله وعايزك تجيب لي ارتفاع السقف والارتفاع ده اكبر من 4 متر. تفتكر ممكن نعمل ايه؟ عندك ميزان وقامه وعايزك تجيب ارتفاع الروم دي وطبعا الارض اكيد افقيه والسقف ايه؟ هل قرايه واحده ولا لازم قرايتين؟ يعني هاخد قرايه على السقف بس؟ طيب هو مش ارتفاع السقف ده كان بمنتهى البساطه الفرق ما بين منسوب نقطتين؟ صح ولا لا؟ ايه هما النقطتين؟ اي نقطه هنا واي نقطه هنا. انا لو عندي ده السيلينج بتاعي وده الجراوند وادي الميزان حطيته بالمنظر ده، يبقى لو حطيت نقطة هنا دي زيرو مش دي ار ايه؟ صح؟ هختار أي نقطة هنا مش كأني عايز أجيب فرق المنسوب ما بين نقطة عند السقف ومنسوب نقطة عند الأرض، جيت عند الأرض وأنا واقف حطيت القامة عند الأرض وخدت قراية. طب هات نقطة على السقف القامة هتتحط ازاي؟ مقلوبة صح؟ مقلوبة يعني الصفر فين؟ طب هل دي مقلوبة صح ولا مقلوبة غلط؟ دي مقلوبة صح ليه؟ رأسية والصفر عندي ايه؟ بالمنظر ده. يبقى لو بصيت هنا يبقى القراية اللي هاخدها هي بتقول ايه؟ مش هي دي الار بي؟ صح ولا لا؟ يبقى معنى كده من الرسمة كده اتش بتساوي ايه؟ صح؟ من الرسم ار اي زائد ايه؟ ار بي. لكن ما تجيش تقول لي يا بابا انت ايه الكلام بقى اللي قلتهولي غلط؟ مش انت قايل لي فكره الميزانيه بتقول ان فرق المنسوب ما بين نقطتين هو فرق القرايتين؟ يبقى من الرسم هنا انا عارف ان الرسمه شكلها فعلا ار اي زائد ار بي، واكيد انا مش غلطان ولا فكره الميزانيه غلط اللي بتقول برضه ان ار اي ناقص ار بي ده فرق المنسوب. طب ازاي ياخدوا المعدلين دول في نفس الوقت صح؟ يبقى عشان كده القرايه اللي باخدها هنا تتحط بالايه؟ بالنيجاتيف عندي. معايا؟ يبقى لو القامه مقلوبه بس مقلوبه صح انا حاططها اصلا الانفيرتد بس زيرو بتاعها طبش الايه؟ الروف عندي، يبقى معنى كده زي ما قلنا الرسمه اهي، يبقى معنى كده الار كوريكتد ايه علاقتها بالار فيجر اللي انت قايسها او موجوده عندك في المساله؟ يبقى بحطها في الجدول بالايه؟ ها؟ بحطها ازاي في الجدول؟ يبقى انا لو اديتك 10 قرايات كده وقلت لك القرايه السادسه القامة انفيرتد عندها على السقف او على اي حاجه، يبقى القرايه السادسه دي هتتحط في الجدول بالايه؟ بالنيجاتيف. ولما اجي اقول الكولميشن ناقص ناقص يبقى هتوصل لي ايه؟ اللي هي كانها من الرسم اللي هي ايه؟ زائد عنك. انت لما بتعدي من تحت كوبري ولا اتلفق ولا حاجه وبيجي يقول لك الكليرنس مش عارف يساوي 4 متر. ده سيمبلي قوي يعني كانه عمل ايه؟ حط قامه على نقطه هنا اسفل نقطه وحط قامه على الابارتمنت ده بتاع اللفق او بتاع الايه؟ الكوبري عشان يجيب الارتفاع. يبقى عشان كده نخلي بالنا ان القامه عندي يا اما الوضع الصح بتاعها يا اما مقلوبه غلط يبقى بقدر اقول القرايه 4 ناقص كذا، يا اما مقلوبه صح يبقى بحط القرايه مالها بالنيجاتيف عندي. مفهوم يا جماعه؟ يبقى دي بتخلي بالنا من قصه القرايات عندي. لا الارتفاع ده خلاص يا جماعه. الارتفاع ده بمنتهى البساطة كأنه فرق المنسوب ما بين نقطة على السقف، ما دام السقف أفقي، ونقطة على الجراوند، ما دام الجراوند أفقي. يبقى معنى كده فكرة الميزانية إن أنا بحط القامة عند النقطتين أنا عايز أجيب فرق المنسوب ما بينهم. لو أنا حطيت القامة في الوضع الصح يبقى خدت القراية دي ولا لأ؟ أهي. طب
فحطيت لعبه محلوله هنا هي معلومه صح عشان عايز اجيب مكتوب موقع السهم يبقى ده الزيرو بتاعها يبقى القرايه اللي هقراها هتكون ايه؟ ارضي يبقى من الرسمه دي يبقى الارتفاع ده كله من الرسمه بيساوي ايه؟ ار اي زائد ار بي ماشي؟ لكن عشان يحقق لي فكره الميزانيه اللي هي بتقول سيلز تاب يبقى فرق المنسوب ما بين نقطتين هو فرق الايه؟ القرايتين يبقى المعادله دي صح والمعادله دي صح مش هقدر العب في ار اي عشان هي صح محطوطه صح والقرايه قد كده زي ما خديها على نقطتين يبقى هنا إيه لازم عشان اخلي الاثنين صح يبقى ار بي ميجر احطها باشاره ايه؟ سالبه عندي عشان في النهايه تجيب لي نفس ماشي يبقى فرق المنسوب ما بين نقطتين يبقى لو حطيت القامه زي ما اتفقنا غلط يبقى القرايه عندي 4 ناقص لو حطيت القامه مقلوبه بس صح يبقى القرايه بتتحط في ايه؟ بالنقص ماشي يا جماعه؟ في اي استفسار؟ مين عنده سيكشن الرابعة الأولى؟ الأربعة الأولى؟ طيب بص أنا مش هقعد أقعد خلاص هكمل يعني أنا مش أنا أقدر أجيب مين حد كده كلم أمينة المعمل بطريقة مش كويسة يوم الأربعة الأولى وشد معاها طيب سواء الطالب ده حاضر أو مش حاضر أنت؟ طيب ليه؟ انا بكتب المعمل انا بكتب المعمل انا بكتب المعمل انا